بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا مع نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم من الناحية التاريخية والفترة التي كان فيها موسى صلى الله عليه وسلم هي فترة مؤثرة جدا في التاريخ. فبالنسبة للتاريخ المصري يعد الذي حدث في مصر أمر لم يسبق له مثيل، وفيه انهيار الدولة الفرعونية، فيه انهيار الدولة الفرعونية، بحيث أن المؤرخين لم يروا بعد ذلك قوة للفراعنة، وكان الفراعنة هم أشد الناس قوة في زمانهم. ولكن من بعد قصة موسى صلى الله عليه وسلم لم يعد للفراعنة شأن كبير في التاريخ، فإن الفرعون حين خرج متجبرا متكبرا متغطرسا، حين خرج بقواته كلها بالجيش والشرطة يطارد موسى صلى الله عليه وسلم والذين معه، أهلكه الله عز وجل غرقا، غرق الفرعون وغرقت الشرطة وغرق الجيش المصري الفرعوني كله عن بكرة أبيه، بحيث أنه لم ينجو أحد، لم ينجو الفرعون ولا هامان ولا بقية كبراء الدولة ولا الجيش كله ولا الشرطة كلها. حادثة رهيبة جدا في التاريخ المصري، وهم يستحقونها عقابا من الله عز وجل، جزاء وفاقا. والدولة المصرية بعد ذلك كانت مؤهلة ومجهزة، بحيث لو رجع موسى صلى الله عليه وسلم والذين معه، لو رجعوا لا استطاعوا أن يأخذوا العرش المصري ويتولوا إدارة الشؤون المصرية، ولكن موسى عليه السلام لم يوحى إليه بذلك. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو المفيد جدا، أن أهل الحق لا يبحثون ولا يسعون إلى السلطة، لا يبحثون عن السلطة ولا يسعون إليها، فلو كانوا إليها ساعين لرجع موسى صلى الله عليه وسلم وهناك فراغ كبير في الدولة، العرش خالي والقصر خالي ولا شيء. وصار المصريات بعد ذلك تزوجن ممن هو أدنى منهن، وصار للنساء سطوة، فضعفت الدولة المصرية ضعفا شديدا جدا، ولم نعد نسمع لها صدى كبيرا حتى تمر نحو 500 عام ويأتي الرومان بعد ذلك ليضموا مصر إليها ويستولون عليها، وقبلهم اليونان في عام 333 قبل الميلاد. دخل الإسكندر الأكبر مصر واستولى عليها بكل بساطة وبكل سهولة وبدون أدنى مقاومة، بل وبالترحيب رحب به المصريون، ودخل الإسكندر الأكبر واحتل مصر. وكان قبلها قد احتل تركيا آسيا الصغرى، واحتل سوريا الشام ولبنان، ودخل إلى مصر، ثم ترك مهندسا له آمرا إياه ببناء مدينة كبيرة جدا لتكون عاصمة للعالم، على أن تسمى باسم الإسكندر الأكبر، وهي الإسكندرية. وضع الخطة لهذه المدينة لأنه وقف على ساحل البحر فرأى جزيرة في داخل البحر، وفكر أنه لو مد طريق من الجزيرة إلى اليابسة وأقيمت مدينة تكون كرقعة الشطرنج، ويكون فيها أكبر قصر ملكي في العالم. وضع الخطة وانطلق، قال للمهندس اسمه دينوكراتيس: أنا سأنطلق، سأستولي على منطقة العراق ومنطقة إيران، ثم استولى الجزيرة العربية والهند، ثم أعود لأجلس على عرش العالم في الإسكندرية. وانطلق، فاستولى على العراق في أيام معدودة، واستولى على إيران في أيام معدودة، ودك الملك الفارسي، وأزال الملك الفارسي داريوس، وجلس على عرشه وتزوج امرأته، ثم أراد أن يغزو جزيرة العرب تمهيدا لدخول الهند. فقال له قادته: لا داعي لغزو جزيرة العرب، فما فيها فائدة، ما هي إلا مناطق صحراوية قاحلة جرداء،
والناس الذين يعيشون فيها هم من البدو، سنتكفل بهم ونطعمهم ونسقيهم، وإذا أخذنا هذه الأرض الجافة الحارة لا فائدة فيها، لا قيمة لها. ولكن الإسكندر الأكبر أصر إصرارا كبيرا جدا على ذلك، وأرسل وأمر بأن تتحرك القوات في صبيحة اليوم. ولما أصبح عليه الصباح وجدوه ميتا، وجدوا الإسكندر الأكبر ميتا، فتوقفوا عن غزو جزيرة العرب، وهذا من تدبير الله تبارك وتعالى. توقفوا عن غزو جزيرة العرب، والقادة قادة الإسكندر قسموا البلاد التي احتلوها بينهم، فبطلميوس الأول رجع واستولى على مصر وصار هو أقوى الملوك. إذن مصر الآن بقصة موسى صلى الله عليه وسلم انهارت السلطة المصرية الحقيقية، يعني لم يعد يحكم مصر مصريون، انتهى، صار يحكمها اليونانيون، صار يحكمها اليونانيون، وهذا يسمى العهد البطلمي، من 333 قبل الميلاد حتى 33 قبل الميلاد، يعني 300 سنة والبطالمة يحكمون مصر، والشعب المصري محكوم ذليل. إذن 300 عام، 333 قبل الميلاد. في 33 قبل الميلاد أتى الرومان فأزالوا اليونان، وكان اليونان آخرهم ملكة تسمى كليوباترا، وحدثت حروب وانتحرت كليوباترا، ودخل الرومان واستولوا على مصر، وظلوا مستولين على مصر نحو 600 عام حتى يأتي عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والتابعون، ويدخلون مصر، وتصير مصر من يومها إلى يومنا هذا دولة إسلامية. إذن القصد أن بقصة موسى صلى الله عليه وسلم انتهت الدولة الفرعونية إلى الأبد، انتهت الدولة الفرعونية إلى الأبد، انتهت تماما، ولم يعد شيء يسمى الفرعون، ولم تعد سلطة تسمى سلطة الفراعنة، انتهت الدولة الفرعونية إلى الأبد، إلى يومنا هذا انتهت الدولة الفرعونية. ولذا هم الفراعنة المقصودون بأنهم النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن الفرعون الذي هلك هو آخر فرعون. السؤال الديني معلوم، الإجابة الدينية معلومة، لماذا لم يرجع موسى صلى الله عليه وسلم وهارون والقوات الإسرائيلية، قوات بني إسرائيل، لماذا لم يرجعوا للاستيلاء على مصر وحكم مصر؟ الجواب الديني هين، وهذا الذي يريحنا نحن أتباع أهل السنة، يريحنا الجواب الديني أن الأنبياء يتحركون بوحي، فلو أوحى الله إليه أن يرجع لرجع. أما الجواب التاريخي هو الأمر الذي نحن بصدده، لماذا لم يرجع موسى صلى الله عليه وسلم ويرجع بني إسرائيل؟ لأن موسى عليه السلام كانت له مهمة عظيمة جدا مرتبطة بكل زمان إلى يومنا هذا، وهذه المهمة هي تحرير المسجد الأقصى، تحرير المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى سيظل محل الصراع بين بني إسرائيل وبين النصارى وبين المسلمين فيما بعد، لكن في عهد موسى عليه السلام هم المسلمون، هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم المسلمون. موسى عليه السلام مسلم وأتباعه مسلمون، كل من اتبع موسى عليه السلام هم مسلمون. الجواب التاريخي أنه مطلوب أن يحرر أرض جده الأكبر. من جده الأكبر؟ يعقوب عليه السلام، إسرائيل عليه السلام، هو يعقوب وإسرائيل، وإسرائيل هو الذي بنى المسجد الأقصى، إسرائيل هو الذي بنى المسجد الأقصى. فلابد لموسى عليه السلام أن يرجع ليحرر المسجد الأقصى، ويحرر بيت المقدس، أرض مباركة بارك الله عز وجل حولها، فتلك مهمته. ولذا حين لا يتمها موسى صلى الله عليه وسلم، وليس عن قصور منه بل عن تخاذل شعب بني إسرائيل معه، لما لم يستطع تحريرها وخذله بنو إسرائيل وهم دائما يخذلونه في كل موقف، فلم يرفعوا رأسه في أي موقف، لم ينصروه في أي موقف، من ساعة ما عبر بهم البحر ونجاهم الله تبارك وتعالى وهم يخذلونه دائما، وشعار بني إسرائيل
سمعنا وعصينا. كان يعز على موسى عليه السلام ألا يحرر بيت المقدس، ألا يحرر أرض الله، لأن كلمة بيت المقدس يعني بيت الله، ويتسمى إيلياء. إيلياء، ياء يعني أرض أو بيت، وإيل يعني الله، فهي بيت الله، بيت المقدس، بيت القدوس، القدس. هذه الأرض وفيها المسجد الأقصى في الأرض المباركة التي بناها جده الأكبر يعقوب إسرائيل عليه السلام، كان موسى عليه السلام يريد أن يخلصها من أعداء الله الذين يحتلونها، ويطهر المسجد الأقصى من الكفار، وليرجع إلى حوزة المسلمين مرة أخرى. هذا كان الهدف، وهذا هو الجواب التاريخي. ولو تلاحظون ستجدون أن الجواب التاريخي متوافق مع الجواب الديني. الجواب الديني أن موسى عليه السلام لا يتحرك إلا بأمر الله، والرسل مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الرسل مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالجواب الديني أن موسى عليه السلام يتحرك، يتكلم، يتصرف بوحي. والجواب التاريخي أن مهمته الأصلية التي أزمى عليها وعزم عليها هي تحرير بيت المقدس. في الطريق إلى بيت المقدس ذكرنا من قبل أن الطريق إلى بيت المقدس أخذ سنين طويلة، ربما تصل إلى 30 عاما، والله أعلم. وهذه مسألة اجتهادية تاريخية، وأنا أجتهد في التاريخ، طالب علم في الأمور الشرعية، ولكن في أمور التاريخ أنا أجتهد فيها. ودليلي أنه حدثت قصص، كل قصة من هذه القصص تحتاج إلى سنوات عدة، منها استقرار بني إسرائيل والزراعة، ومحاولة أحد الناس أن يقتل عمه ليرث أرضه، بل قتله فعلا. ثم كانت حادثة البقرة، مما يدلك على أن هناك حضارة كبيرة جدا حدثت، استقروا وزرعوا وملكوا البقر، والبقر عنوان الزراعة. ولو كانوا هم رحل لكانت القصة تتعلق بالإبل، ولما تعلقت القصة بالبقر دل ذلك على الاستقرار. البقر علامة الاستقرار، والإبل علامة الانتقال والتنقل. هذه على هذا مفهوم تاريخي معلوم، الإبل للتنقل والتحرك سفن الصحراء، وأما البقر فالاستقرار والزراعة، لأن البقر كمان لا يركب كما تعلمون، لا يركب. فكونهم استقروا وزرعوا وملكوا الأرض، ثم قتل ابن الأخ عمه ليرثه، ولأن موسى عليه السلام يأمرهم أن يذبحوا بقرة، ولكن من أدبه يقول إن الله يأمركم، فالآمر هو موسى عليه السلام بلاغا عن الله، عن الله تبارك وتعالى، يأمركم أن تذبحوا بقرة. كون يقول تذبحوا بقرة معناها البقر متوفر، أي بقرة، البقر كثير. ثم لما يحدد هم بسبب عنادهم وتنطعهم وتعنتهم ما هي البقرة وما لونها وهو كل مرة يصف، دل ذلك على تعدد كميات البقر وانتشار الزراعة وانتشار الاستقرار وانتشار التوريث، والتوريث لا يكون إلا عند الاستقرار. كذلك قصة حاضرة البحر تدل أيضا على أنهم استقروا وأخذوا يمارسون الصيد، واعتدوا في السبت إذ نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، تدل على استقرار كبير جدا، وأن يمسخ العصاة منهم إلى قردة، وفي رواية إلى قردة وخنازير، لأن البعض يفرق، بعضهم بعض المؤرخين والمفسرين يقول إن بني إسرائيل مسخوا قردة، ولكن أتباع عيسى عليه السلام الذين عصوه مسخوا خنازير. والصحيح أن قوم موسى عليه السلام منهم طائفة عصت، وطائفة لم تعص بل أمرت وأدت معذرة إلى ربهم ونصحت القوم ألا يصطاد يوم السبت. الذين اعتدوا في السبت مسخهم الله قردة وخنازير، الشباب مسخوا قردة، والكبار والشيوخ مسخوا خنازير وهلكوا ولم يكن لهم نسل، فإن الممسوخ لا عقب له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الممسوخ لا عقب له. هذا أيضا استقرار كبير جدا. ومما يدل على الاستقرار أيضا أن موسى عليه السلام تركهم وذهب إلى الخضر،
وهم مستقرون ويسألونه من أعلم الناس فيقول أنا، ولا يرد الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا اجتهاد منه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو فعلا أعلم الناس. فلما يقول هذا الله جل يأمره أن يذهب إلى خضر، فيترك بني إسرائيل مستقرين ويذهب إلى الخضر، ثم إنه يريد أن يصطحب الخضر، لا يريد أن يجلس معه جلسة يتعلم. الرحلة في طلب العلم، هو رحل في طلب العلم وقابل الخضر عليه السلام، لكن هل كلم الخضر في أن يدرس له مادة من المواد أو شيء من الأشياء ثم ينصرف، كشأن الذين يرتحلون لطلب العلم، يذهب يتعلم سنة سنتين أقل أكثر؟ أبدا، إنما ذهب إليه ليعرض عليه أن يصحبه، فيستأذنه أن يكون معه، والآخر يوافق بشروط. ومن أهم الشروط التي أمره بها ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. إذن موسى عليه السلام لم يكن ذاهبا إلى الخضر لتمر به أحداث ثلاثة ثم ينصرف، لا، ده كان يريد أن ينصرف، ثم أنه استعد وسافر معه وركب سفينة وخرق السفينة وذهب إلى قرية واستطعم أهلها. إذن كان موسى عليه السلام يزمع أن يظل مع الخضر مدة طويلة، وبنو إسرائيل في سيناء مستقرون. هذه بعض الأحداث التي تؤكد أن الرحلة كانت طويلة الأمد، وتتخللها أحداث تثبت طول الأمد. لأنه لو كانت المسألة أن موسى عليه السلام يعبر البحر ثم يمر بهم ثم يذهب إلى بيت المقدس ويمتنعون عن القتال معه ثم يفترقون ويفرقهم الله عز وجل، كانت المسألة بسيطة جدا، ولكنها طويلة طويلة جدا. وموسى صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يحبه، وموسى عليه السلام نحن المسلمون نحبه ونرى له جميلا في أعناقنا، فهو صلى الله عليه وسلم كان سببا في تخفيف الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات، فجزاه الله عنا خيرا. وهذا يدل على رأفته بالمسلمين، حتى الذين ليسوا في أمته والذين ليسوا من أمته، وحتى وهو ميت، ولكنه يحب المسلمين ويحب التخفيف عنهم. وهذا يدل على محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسولنا واجبة على جميع الخلق. وموسى عليه السلام اشتهر بالصبر العظيم، خلافا لما شن عليه سيد قطب وغيره بأنه كان رجلا حديدا ليس له صبر على الأشياء، ليس زعيم عصبي المزاج كما يصفه سيد قطب، بدليل فأنه في الحديث المتفق عليه أن بعض الناس أساوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له الخارجي: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا شأن الخوارج، ما يعجبهم أعدل العادلين هو رسول الله، فكيف بحكامنا؟ فلو تذكرون أن في رواية متفق عليها لهذا الحديث فيها أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله أخي موسى فقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، هذا متفق عليه. إذن موسى عليه السلام ليس كما يشيع عنه أهل الضلال، بل كان صبورا جدا بشهادة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أوذي بأكثر من هذا فصبر. والله عز وجل يحبه ويرحمه، ولذا قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون وزيرا. فأخاه هارون نبيا ووزيرا، وربنا جل وصفه بالإخلاص وقال: وكان مخلصا وكان رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم. والله جل قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والله عز وجل ذكر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوني على موسى. لماذا يقول لا تفضلون على موسى ولم يقل لا تفضلون على غير موسى صلى الله عليه وسلم؟ هو لا تفضلوني وردت مرتين صحيحتين، مرة لا تفضلوني على يونس ابن متى، على يونس ابن متى،
ومرة لا تفضلون على موسى. فأما يونس ابن متى فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس لم تعلم عن نبي أنه عوقب إلا يونس. فما من نبي عوقب إلا يونس. معظم الأنبياء عوتبوا وليس عوقبوا، عوتبوا عتاب. محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه الله أكثر من مرة. وموسى عليه السلام لا، ما في نبي عوقب يعني وقعت عليه عقوبة، عوقب بالقاف، عوتب يعني عتاب يعني لام، لماذا تفعل هكذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عبس وتولى عن رجل أعمى يكلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وتركه لمصلحة الدعوة. قال الله جل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فعاتبه الله يعني لامه الله عز وجل. فمعظم الأنبياء لهم عتاب، لكن لم نسمع عن نبي كان له عقاب إلا يونس. فيونس عوقب عقوبة رهيبة جدا، لأنه كان محكوما عليه بالسجن ليس مدى الحياة، مدى الحياة الدنيا، ليس مدى حياته بل مدى الحياة الدنيا. ويسجن في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ولكنه بتسبيحه نجا. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكانت العقوبة إلى يوم البعث، سجن اليوم، سجن اليوم البعث. ده السجن 20 سنة 25 سنة يجعل الإنسان يكاد ييأس. وسجن مدى الحياة أشد من، أما هذا ليس مدى الحياة، هذا مدى الحياة الدنيا. فقد يظن بعض الناس أن قدر يونس ابن متى أقل من قدر باقي الأنبياء والرسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى. أما على موسى عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا حديث صحيح في البخاري. وهنا هذا تواضع وهضم من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأنه قال فلا أدري أصعق فأفاق قبلي، ولا أحد يفيق قبل محمد أول ما تنشق على محمد صلى الله عليه وسلم، أم جوزي بصعقة الطور فلم يصعق مع الناس. والحقيقة أنه هو لن يصعق مع الناس، ولا أي نبي سيصعق أبدا، لأن الصعقة تتعلق بالأحياء يوم القيامة. الصعقة في ثلاث نفخات، نفختان متصلتان فهما واحدة، وهي نفخة الفزع والصعقة، فبعض العلماء يقول هي نفخة، ثم نفخة البعث، فبعض العلماء هما نفختان، والبعض يقول ثلاثة ولا شيء. وده من ضمن الأمور التي فيها خلاف في فروع التوحيد، فروع العقيدة، هل هما ثلاث نفخات ولا نفختان؟ الفزع نفخة، الصعق نفخة، البعث النفخة الأخيرة، هذه ثلاثة. الفزع متصلة بالصعق يبقى واحدة. لكن هل الأنبياء تنتابهم نفخة الفزع ونفخة الصعق؟ لا لا، ولا كل من ماتوا، الفزع والصعق يكون على من هم أحياء. ولكن هل أفاق موسى عليه السلام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا هضم وتواضع منه صلى الله عليه وسلم، فالذي يفيق أولا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام له فضائل كثيرة كما ذكرنا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى، هذا يدل على عظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه. ويكفي في شرف موسى وفضله أن الله عز وجل لم يذكر أحدا إلا هو بقوله وكلم الله موسى تكليما. إذن ما في أحد في الرسل كلم الله مثل ما كلم موسى ربه أو كلم الله موسى، ما في. كل الأنبياء كلموا الله أو كلمهم، ولكن موسى عليه السلام أكثرهم كلاما وتكليما، يعني أكثرهم كلاما مع الله وأكثرهم تلقيا للكلام من الله تبارك وتعالى. وفي أحاديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره، ثم لقيه في السماء السادسة أيضا صلوات الله وسلامه عليه، وسلم عليه وقال مرحبا
قال موسى عليه السلام له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولما تجاوزه محمد صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى وقومه، وهذا في البخاري. معنى ذلك أن الأمة الموسوية هي أكثر أمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من العجائب ومن المشكلات. لماذا؟ ده هو في عند دخول بيت المقدس لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، بقي ثلاثة، يعني ثلاثة اللي كانوا بيبكون وغاضبين ويريدون الهجوم وطاعة النبي موسى صلى الله عليه وسلم. ده ثلاثة باستثناء هارون، ثلاثة باستثناء هارون، لأنه قالوا يوشع ابن نون وواحد اسمه كالب والثالث مؤمن آل فرعون، هذه الثلاثة. أضف إليهما هارون، إليهم هارون عليه السلام. إذن هذه أمة موسى عليه السلام. لا، أن متبعوا موسى بعد ذلك كثيرون، حتى بعد ما مات متبعوه كثيرون. وبنو إسرائيل لما ذهبوا إلى التيه 40 سنة كثير منهم هلكوا، ولكن كثير منهم تاب الله عز وجل عليهم وأخلصوا مع نبي الله يوشع، ويوشع من أمة موسى عليه السلام، ويدخلون بيت المقدس ويحررون بيت المقدس ويحررون المسجد الأقصى. إذن الأمة بعد 40 سنة ستنتشر وتكثر، فالأمة مستمرة، أن يوشع بن نون لم يهلك، وهو وريث موسى صلى الله عليه وسلم وليس هارون، لأن الصحيح أن هارون مات قبل موسى صلى الله عليه وسلم. إذن أمة موسى أمة عظيمة جدا، وهذا بعده، وهذا بعده. والدليل على عظمة، على يعني شرع موسى كان مستمرا، أن ورقة بن نوفل لما سمع القرآن الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، الذي أنزل على موسى. وجميع أتباع عيسى بما فيهم عيسى عليه السلام يعدون من أتباع موسى، جميع أتباع عيسى عليه السلام بما فيهم عيسى نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، كلهم من أمة موسى صلى الله عليه وسلم، كله من أمة موسى. لأن مطلوب من عيسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام الإيمان بالتوراة والعمل بها، نحن نطلوب منا الإيمان بالتوراة لا العمل بها، نحن نؤمن بكل الكتب لكن لا نعمل إلا بالقرآن، نؤمن بالتوراة بالإنجيل لكن لا نعمل. فأنت لو جبت لي آية فيها حكم في التوراة والآية غير لم تتعرض للتحريف، أنا لن أطيع ما في هذه الآية، ما يلزمني، ولا لا ما يلزمني، لا اللي في التوراة ولا اللي في الإنجيل ما يلزمني، لأن إن كان فيها شيء وفيها أشياء خيرية لا شك ولم تحرف موجودة عندي في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب وهو يتلو آيات من التوراة. وانتبه، لا يمكن أبدا يكون عمر بن الخطاب اختار أوراق فيها آيات فيها مساس بالرب جل وعلا ولا مساس بالعقيدة، ولا مثلا يقرأ عليه ورقص إبليس مع حواء، أو نزل الرب يبكي، أو مرض الرب، كل هذا لا يمكن يكون عمر يقرأه. لكن أكيد يقرأ استوى الرب على العرش، الرب يرحم من يشاء، هذه كلها أشياء في التوراة. فأنت لما تجد في التوراة الرب استوى على العرش يلزمك هذا؟ أجب لا، ما يلزمني، لأن عندي الرحمن على العرش استوى. فأقصد أقول أن أمة موسى إذا ذكرت في الأحاديث فالمقصود بها أمتان، أمة موسى صلى الله عليه وسلم وأمة عيسى عليه الصلاة والسلام، هكذا. لأن عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم الرسل إلا أنه من أتباع موسى صلى الله عليه وسلم، وإن كان تبعية بينهما مئات السنين. داود وسليمان قد، والله أعلم، لأن داود له كتاب والزبور. نعم. فلما وصل موسى عليه السلام إلى قرب أرض بيت المقدس بدأ تنظيم الجيش، وقيل كانوا أكثر من 600,000، وهم 12 قبيلة،
وموسى عليه السلام اختار منهم 12 نقيبا، يعني من كل قبيلة نقيب قائد نظمهم، ثم أمر 12 نقيبا أن يذهبوا ليستطلعوا أحوال القوم الذين هم مستقرون في بيت المقدس تمهيدا للهجوم، تمهيدا للهجوم. فالنقباء أعدوا رجالهم ثم تحرك هؤلاء النقباء، والدليل على النقباء قول الله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة. بعثنا يعني بعث موسى صلى الله عليه وسلم. والنقباء ذهبوا فاطلعوا على الأحوال فوجدوا جيوشا قوية ورجالا أقوياء وفرسانا وعدة وعتادة، فتملكهم الخوف. الأساطير المذكورة في الطبري وابن كثير وغيره لا تصدقها، لا أقصد الطعن في الطبري أبدا هذا الإمام العظيم ولا في ابن كثير، بل هما نقلا ما وصل إليهما فجزاهما الله خيرا وأعطياك السند. فتجد قصة عوج بن عنق، وعوج بن عنق رأسه في السماء وقدمه في قاع البحر، وإذا أراد أن يأكل أخذ سمكة ضخمة من قاع البحر وشواها في قرص الشمس ثم أكلها. قصة وهمية غير صحيحة، أسطورة موجودة في كتب التفسير كلها وفي كل كتب التاريخ، موجودة في الطبري وابن كثير وغيره، لكن وهم خرافة، لا يوجد شيء اسمه عوج بن عنق. وإنه طوله عظيم جدا، لأنه من معروف أن بني آدم كان أطول رجل فيهم هو آدم عليه السلام، وطوله 60 ذراعا، ثم بدأ الخلق ينقصون. قصة عوج بن عنق وأن موسى عليه السلام كان طوله 10 أذرع، وهذا أيضا لا نصدقه، أن طوله 10 أذرع معناه أن موسى عليه السلام يزيد على أو نحو 6 أمتار، نحو 6 أمتار، طوله 6 متر، هذا لا يصدق. لماذا لا يصدق؟ سأقول لكم لماذا لا يصدق. الناس من عهد آدم عليه السلام يتناقصون، وعهد موسى من ناحية تاريخية قريب، والمومياوات الموجودة الآن في متحف القاهرة الدولي هناك أكثر من 200 مومياء للفراعنة، وإحنا قلنا العهد الفرعوني سينتهي مع قصة موسى صلى الله عليه وسلم. المومياوات أطوال عادية جدا مثل أطوالنا نحن، فموسى عليه السلام رجل طويل، ولكن طويل بمقاييسنا نحن، يعني معناها أنه لا يجاوز 2 متر، لأن الذي يصل 180 سنتي الآن هو من أشخاص الطوال. أما كون المؤرخين يصفونه بأنه طول 10 أذرع ومعه عصا 10 أذرع وقفز 10 أذرع فيكون المقدار 30 ذراعا، وطعن عوج بن عنق في ساقه فمات عوج بن عنق، قصة لا نصدقه ولا نصدق وجود عوج بن عنق أصلا. وأن رجلا قابل 12 نقيبا فوضعهم في كمه، أيضا هذا كلام لا يصدق، وضع من في كمه ومشى بهم، هذا أيضا لا يصدق. لكن نصدق أن الناس الذين احتلوا فلسطين ذلك الوقت كانوا جبارين وفيهم قوة وعتاد، ولكن مع الإيمان فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهم نفس القوم الذين سيهزمهم يوشع بن نون وسيهزمهم طالوت بعد ذلك ومعه داود عليه السلام، لأنهم بعد أن هزموا على يد يوشع بن نون بعد سنين رجعوا تاني إلى فلسطين، رجعوا مرة أخرى لكي يهزمهم طالوت وجنوده، ولكي يقتل داود، لكي يقتل داود جالوت ويؤتيه الله الملك والحكمة ويعلمه مما يشاء. فالمسائل فر وكر بين الكفار وبين المسلمين. بيت المقدس، هم في بيت المقدس. لا لا، ليش من الروم، هم قوم يسمون الفلسطينيين. نعم، وهذا اسم عجم ليس اسم عربي. لما الاثنى عشر نقيبا ذهبوا وجدوا هذه الأعداد والعتاد والقوات والتأهبات العسكرية أصابهم الفزع، ولما أصابهم الفزع وشملها الرعب رجعوا وقالوا لن نخبر قومنا حتى لا تنهار الروح المعنوية كما يقول، وإنما سنخبر موسى عليه السلام وهو القائد الأعلى، وهو يقرر ما يكون. فأخبروا موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام ذكر نعمة الله على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا.
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فبدأ خطاب موسى عليه السلام للشعب للجنود المقاتلين، بدأ بالتذكير بنعمة الله أنكم الآن فيكم أنبياء، طبعا فيهم أنبياء، وجعلكم ملوكا، كلكم ملوك تملكون أمركم بعد أن كنتم عبيدا مسخرين أذلاء عند الفرعون، أو صرتم كل واحد عنده قوت يومه وعنده زوجة وعنده دار يأوي إليها، وهذا من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه آمنا فقد حيزت له الدنيا بحذافيره فهو ملك، وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. هو يخطب فيهم موسى عليه السلام ولم يكن يعلم أن 12 نقيبا منهم 10 أزاعوا السر، 10 أزاعوا السر بين الناس، رأينا أناسا أشداء جدا لا قبل لنا بقتالهم، لا يمكن أبدا. فتملك الخوف بني إسرائيل، فلما قال لهم موسى عليه السلام ذلك ردوا عليه وقالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بص يا موسى عليك السلام، الناس تخرج احنا ندخل، لكن لا تقول لي قتال ولا شيء ولا شيء، هم يخرجوا واحنا ندخل. كالآن لو قلنا للناس هيا لنقاتل اليهود لنخرج من بيت المقدس، لك لا، هم يخرجوا الأول واحنا نروح ندخل بيت المقدس. فطبعا هذا رد سخيف جدا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما وهما يوشع بن نون وكالب الذي ذكرناهما، هارون لم يذكر في الرجلين، هارون عليه السلام مع أخيه هو نبي ورسول، وموسى عليه السلام قائد الأعلى للقوات ومستعد للهجوم والجهاد في سبيل الله. إذن الرجلان ليس هما موسى وهارون كما قال بعض المفسرين، هما غير موسى وهارون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يعني بالإيمان والثبات. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أخوانا النبيان الرسولان موسى وهارون بشرانا بأن النصر لنا، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد سبحانه، منصورون منصورون، ولكن ادخلوا الباب، مجرد دخول الباب سيهزمهم الله عز وجل، فإنه لا يرمي الإنسان إنما يرمي الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله يؤيد بنصره من يشاء سبحانه عز وجل. وقد أيد محمد صلى الله عليه وسلم بالملائكة، وأيده بالرعب، وأيده بالمطر، وأيده بالنوم، بالنعاس، بالنعاس، كان النعاس كان من جند الله في موقعة بدر، من شوية نعاس. فكان الصحابي من هؤلاء يقاتل الكفار فيغشاه النعاس ويسقط سيفه من يده ثم يأخذه، فكان الكفار يخافون يقاتلوننا في كل هدوء، لذلك الواحد منهم ينام وهو يقاتلنا، فكان النعاس من جند الله. فالله جل ينصر ينصر من يشاء بما يشاء، بالريح، بالرعب، بالملائكة، بالنوم، كما يشاء سبحانه. وإذا وعد الله بالنصر فالنصر مضمون متحقق. فهذا يدل على عناد بني إسرائيل وعلى كفر بني إسرائيل الذين قالوا له بعد ذلك في منتهى الصفاقة والوقاحة اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. وهذا لم يقوله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بشروا بالنصر فنكلوا، فعاقبهم الله عز وجل بالتيه، لأنه لما قالوا هذا فوجئ موسى عليه السلام، كان دائما يفاجأ بأقواله، أرنا الله جهرا، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا رب، يفاجأ ويتألم ويصبر، أما هذا القول فلا صبر له عليه، إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هذا أمر فيه استهزاء بالرب سبحانه وتعالى، وفيه سخرية عظيمة وفيه معصية كبيرة. وأنا قلت لك إن أكفر الناس هم بنو إسرائيل، وهم يدينون بأبشع أنواع الكفر وأشدها، وهو الكفر العناد والاستكبار، وهذا أبشع أنواع الكفر. وأنواع الكفر أربعة: الجحود والكتمان والجهل والتكذيب والعناد والاستكبار والنفاق. أبشعها العناد والاستكبار، وأخبثها النفاق. فلما قالوا هذا حدثت لموسى عليه السلام محزنة كبيرة جدا، أحزنة كبيرة جدا. فقال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فدعا عليهم أن يفرقهم الله بعيدا عنه، دعا الله عليهم واستجاب الله تبارك وتعالى لهم.
فقال الله تبارك وتعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة علي، يعني دخول بيت المقدس الذي فيه سلطانهم ونعيمهم وعلوهم فإنها محرمة عليهم 40 سنة، وهذا من نعمة الله وفضله ورأفته ورحمته. كان ممكن يقول محرم عليهم دائما، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. فحكم عليهم ربنا بالتيه، فظلوا 40 سنة يرحلون بين البلاد تائهين، لا يلوون على شيء ولا يعرفون إلى أين يتجهون، وتاهوا وضلوا. ويوشع بن نون عليه السلام يظل على شريعة موسى عليه السلام، ولكن الإنسان قد يشقى إذا وجد بين قوم عصاه، فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكنه يظل على تعليم الناس الحق وتعليم الناس الخير إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى ويكون موسى عليه السلام وهارون قد ماتا. ويرجع يوشع بن نون عليه السلام بأناس آخرين، يعني تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. إما مات منهم من مات، ومن بقي منهم فإنه تاب، ووجد قوم آخرون على خير كبير جدا، يحبون الجهاد في سبيل الله ويحبون تحرير المسجد الأقصى. ويرجع يوشع بن نون عليه السلام ويعينه الله ويقويه، حتى إن الشمس نفسها تكون من جنده، فإن أرادت أن تغرب فقال لها يوشع بن نون عليه السلام: أنت مأمورة وأنا مأمور، فلا ينبغي أن تغربي حتى أتم ما أنا فيه. لأن المعارك القديمة في التاريخ القديم كانت إذا غربت الشمس توقف القتال إلى أن تبزغ الشمس من جديد. معلوم لا يوجد قتال في الليل أبدا في العهد القديم. الآن بعد وجود الرصاصات المضيئة والطلقات المضيئة والأسلحة المعدة للرؤية الليلية، صار القتال ليلا ونهارا. أما قديما لم يكن القتال إلا نهارا. فقال يوشع بن نون للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، فتوقفت الشمس. نرجع إلى موسى وهارون، الذي يهمنا هو موسى وهارون عليهما السلام. فأما هارون فقد مات بعد ذلك، ومات قريبا من بيت المقدس، وموسى عليه السلام مات قريبا أيضا من بيت المقدس، على بعد رمية حجر من الكثيب الأحمر في مدخل بيت المقدس، على بعد رمية حجر، ولا ندري ما مقدار رمية الحجر، ولكن الذي قال ذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقال: لو كنت هناكم لأريتكم قبره، والحمد لله أن الناس لا يعرفون قبره وإلا لعبدوه، فهم مغرمون بعبادة قديسيهم وصالحيهم وأنبيائهم، فما بالك بأعظم نبي لهم وهو موسى صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم أنبياء بني إسرائيل لا محالة، أعظم من إسرائيل نفسه. وموسى عليه السلام حج البيت، وهذا أيضا من ضمن الأمور التي استدللت بها مجتهدا، قلت لك أنا مجتهد في التاريخ، بقول استدللت بها أنهم استقروا في سيناء، لأنه تركهم في سيناء وذهب للقاء الخضر، واستقروا وزرعوا واصطادوا واعتدوا في السبت، ومن ضمن ذلك أيضا أنه تركهم وذهب ليحج البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي الأزرق، قال: أي واد هذا؟ قال: هذا، قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله. جؤار يعني صوت جهوري كبير إلى الله عز وجل بالتلبية، يلبي، وهذا في صحيح مسلم. وهناك رواية فيها إشكال أنه حج على ثور أحمر، ورواية صحيحة ولكنها شاذة، حج على ثور أحمر. وتحقق الألباني وغيره رحمه الله أنه ليس ثورا وإنما هو جمل أحمر. ففي رواية رواها أبو يعلى والطبراني، وهي في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام في هذا الوادي محرما على جبل أحمر، على جمل أحمر، يبقى ليس ثورا، على جمل أحمر مخطوم بخلبته، بالخلبة، الخلبة عن الحبل، مخطوم حبل ليف مخطوم بخلبته، كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. رجلا طوالا جعدا، موسى عليه السلام طويل وجعد، جعد يعني شعره قصير صلى الله عليه وسلم. إذا حج البيت وتركهم في سيناء وذهب يحج البيت ورجع، كما تركهم وذهب ينجي ربه 40 يوما، كما تركهم وذهب ليصطحب الخضر سنين الله أعلم، لم تطل الصعبة لكن كان ينوي هو على سنين،
فتركهم وذهب ليحج البيت وما من نبي إلا وحج البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام ترك بني إسرائيل وافترق عنهم وفارقوه وفارقهم وحزن، ولكن الله أمره ألا يحزن، فلا تأس على القوم الفاسقين، ولا ينبغي الحزن على الكافرين أبدا، فلم يأس عليهم، ولكنه هناك قريب من بيت المقدس لا يريد أن يفارق المكان، وكان يحب أن يموت في بيت المقدس في داخله، ولكن الله جل يريد ما يريد سبحانه تبارك وتعالى. يأتي ملك الموت في صورة لم يعرفه فيها موسى صلى الله عليه وسلم، ولو عرف أنه ملك الموت لاستجاب له فورا. يأتيه ملك الموت يقول له أجب ربك، ويظن موسى عليه السلام أن هذا رجلا أن هذا رجل يكذب أو يعتدي، فلطمه موسى صلى الله عليه وسلم، وكون اللطمة تقع على وجهه دليل أنه أتاه في صورة بشرية دليل، والملائكة تتشكل في صورة البشر كما فعل جبريل عليه السلام. ففقأ عين ملك الموت، فرجع ملك الموت إلى الله فقال إنك بعثتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال فرد الله عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. فرجع الملك وقال لموسى عليه السلام ما أمر. قال موسى عليه السلام ثم ما؟ قال ثم الموت. ما في فايدة، لابد من أن يكون الموت نهاية كل حي. قال فالآن، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره ومروي في البخاري أيضا، ولا بأس أن يأتيه الملك في صورة بشر، فقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في صورة بشر ولذا هو فزع منه، وجاءوا إلى لوط عليه السلام في صورة بشر فزع منه، فما في إشكال هنا. ولا وقد لطمه موسى، وأنت لا ينبغي عليك أن تشعر بأي لوم تجاه موسى صلى الله عليه وسلم، فإن الشرع الشريف يأمر الإنسان أنه إذا دخل عليه أحد بيته بدون إذنه أن يفقع عينه. ورجل نظر في من فرجة الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مشقص يهيئه ليفقع به عينه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن من نظر إليك بدون إذنك افقع عينه. فكون فعل موسى عليه السلام فعل هذه غيرة يحمد عليها صلى الله عليه وسلم. وقبضه ملك الموت على بعد رمية حجر من الأرض المقدسة، فلا شك أنه لم يدخل الأرض المقدسة، لأنه لو دخل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رمية حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبرة عند الكثيب الأحمر. فبذلك انتهت هذه القصة العظيمة جدا، وهي من أعظم قصص التاريخ، فضلا أنها من أعظم قصص القرآن والسنة، لكنها من أعظم قصص التاريخ. قصة موسى عليه السلام كانت هي النهاية للعهد الفرعوني، على يد فرعون على يد موسى عليه السلام هلك الفراعنة أجمعون، ولم يعد للفراعنة شأن إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا، فضل الله تبارك وتعالى، فضل الله تبارك. قصة موسى عبر كثيرة سقناها في 11 محاضرة، وتلك الأخيرة 12، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.